السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله محاضرة النهاردة عن Medicinal Chemistry Part 2 Lecture 2. بإذن الله هنكمل ونخلص بإذن الرحمن. ربنا يعيننا بحق لا إله إلا الله. هنخلص النون بيتا لاكتام أنتيبيوتيك، وأتمنى يا رب وأرجو من ربنا سبحانه وتعالى إن يعيننا بإذن الله بارك في الوقت، ونخش كمان على الجزء بتاع البيتا لاكتام، ونكون كده بإذن الله الرحمن فاضل لنا جزء صغير على البيتا لاكتام، ونكون خلصنا كل الأنتيبيوتيك أو الأنتي بكتيريا اللي عندنا. قبل نبدأ حابة نقول دعاء مذاكرة زي ما احنا متعودين. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين، أن تجعل قلوبنا مليئة بذكرك وخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اللهم إني أستودعك ما قرأت وفهمت وما حفظت وما لم أحفظ ولم أفهم، فردوا إلي حين الحاجة لي فردوا إلي يوم العرض عليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. محاضرة النهاردة بإذن الله هنكون فيها حاجات بسيطة جدا زي ما احنا متعودين، هنفهم ونحفظ مع بعض بإذن الرحمن، ويا ربنا يعيننا بحق لا إله إلا الله. بص يا سيدي، صلى على النبي عليه السلام. أول حاجة عندنا هنتكلم عليها الكلوروفينيكول، واحدة واحدة. بقول كلورو يعني أنت عندك كلورايد، وفين يعني عندك فينيكول يعني عندك فينول جروب. يبقى أنت كلوروفينيكول، يبقى أنت عندك كلور وفينول جروب موجود عندك في المركب. يبقى أنت عشان ما تتلخبطش، يبقى أنت عندك فينول جروب وعندك كلور جروب. دي كده مبدئيا. وبقى الحاجات اللي في النص دي بقى ايه؟ في النص. يعني ايه في النص؟ يعني مثلا بالصلصال انت عندك اول حاجه نيترو بنزين، زي ما انت شايف كده نيترو جروب وبنزين جروب اللي هي بتاعت الفينايل جروب. وبعد كده عندك 1 2 3 كربون، و3 كربون لازم يبقى بشكل معين كايه، كستيريو كيمستري بتاعتها بتبقى بشكل معين. يعني بشكل معين او الستيريو كيمستري بتاعتها بشكل معين، يعني بالصلصال كربون رقم 1 وكربون رقم 2 لازم يبقى ار 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 1 و2. يا رب يجعلنا من اهل اليمين، فلازم تبقى ار وار. طب وايه اخبار رقم كربون رقم 3؟ اي كربون رقم 3 بالصلصة انا سلام ما وضحلكش الحمد لله الستيريو كيمستري بتاعتها. المهم اللي انت عندك 1 و2 لازم تبقى ار. كنا واخدين فيه 1 و2 و3 تقريبا، كنا واخدينهم ار ار اس حاجه كده، حاجه يعني في حاجه كان ليها علاقه بالستيريو كيمستري برضه والاورينتيشن بتاعها. يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنت، اكون مبسوطه طبعا لو حد عرفها. المهم الكلور في الكلور عباره عن كلور مع فينول وهكذا، ده كده الاستراكشر بتاعي. يبقى هو الايباك نيم عباره عن 2 كلور، خلاص 2 كلور. عند ال N بيبقى 1 و2 R R، 1 و3 داي هيدروكسي، خلاص 1 و3 عندك بوزيشن 1 وبوزيشن 3 داي هيدروكسي، و4 بوزيشن بارا نايترو فينول بروبان جروب اللي انت عندك في النص. يبقى انت بالصلاة والسلام عملت ايه؟ عندك عملت سبستيتيوشن على بوزيشن، قسمت 3 كربون، خلاص الكربونه الثالثه حطيت عليها قش وريحت دماغك. الكربونه الاولانيه والكربونه رقم 2، الكربونه الاولانيه قالت لك تولي كده، افتكر الاولاني بيشيل المسؤوليه في كل حاجه وبيكون شايل هم كبير جدا، فلما يكون شايل هم كبير كده هيشيل جروب كده بالك كبيره كده بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام. طب الكربونه الثانيه، الكربونه الثانيه طبعا الهم بتاع المولود الثاني بيكون مش بقدر المولود الاولاني، ولكن شايل برده هم عشان ما نضحكش على بعض، عكس طبعا المولود الثالث الايه الكتكوته الكيوت بتاعنا الدلوع دوت، خلاص. فبالصلاة والسلام المولود التاني اهوت هيكون شايل لك الجروب اللي هي اللي هنا دي. الكربونة التالتة هيكون عليها OH. يبقى انت عرفت ازاي تقسمها. الكربونة الاولانية الكبير هيشيل همين، همين تبالي هم كبير قوي وعنده OH. الكربونة التانية هيشيل الهم متوسط على قده، والتالتة ده بيشيل الهم كفاية هيشيل هم نفسه اللي هي OH الجروب اللي عندك دي. طب ده جاي منين؟ جاي من السبتومايسنس، ماشي، بس ايه؟ فينجلولا. طيب but now it's producing، بس طبعا بتبقى total synthesis عشان ايه؟ synthesis بتبقى less expensive لما بتعمل حاجة. طب ليه واحد يقول لي synthesis ازاي less expensive؟ لان بس عشان تعملها natural لازم تجيب المايكرو اورجانيزم وتفضل تربي فيه ومش عارف ايه وهكذا، تمام. طب ده ممكن بس استخدم اورال او اي في عادي جدا، واكتر حاجة بيستخدم فيها الاي دروب. اراهن ان محدش مسك قطرة تيتا جده بابا اي حد او نزل الصيدلية وشاف الاوفثالميك بتاعت الاي دروب وما لقاش فيها كلورون فينيكول مكتوبة عنده. السبيكترم بتاعتي بتبقى برود سبيكترم، ماشي، اكتف اجنست ريكيتيزيا انفكشنز. فاكر مين كان ريكيتيزيا؟ لو قلتها يبقى انت برافو عليك، لما احنا قلنا ار بي سي خلاص اس تتساكن، ولا رايك ايه؟ عايزك تكتب لي تحت. طب ماشي، بالصلصه وين التكتيكن بارنشال اللي لما بناخدها حقن ات كان بي ديفيوزد انتو انفلامبل سيريبرو سباينال كورد او فلويدز، بتروح للسباينال بتاعك والمخ والسباينال العمود الفقري اللي هو ماشي جواه دوت بتاع النخاع، خلاص. وبالصلصه بتبقى فايربل يعالج لك المنجوايتس الانفلاميشنز بتاعه الاي سي ان اس وهكذا، فدي حاجه كويسه جدا. البنتريتد ويل تو ليمف والمسترينيس جانجليو
جانجليون كان بيوز تو فايت تايفويدز اند باراتايفويدز فيفرز، فدي كويسه جدا جدا جدا، التايفويدز والحوارات دي كلها اكتف اجنست الاتش في، فدي يعني حلوه جدا. جيفين جويز الاي الامبسلين، الامبسلين ده تبع عائله الاي البنسلين، وبيستخدم عباره عن بيتا لاكتاميز بروديوسنج ستراندز للناس اللي بتكون عندها بيتا لاكتاميز بروديوسنج ستراند، للناس اللي عندها ريزيستنس، البكتيريا اللي عندها ريزيستنس من البنسلين، فده باخده معاك. بيبقى بص سلام ليه علاقه بال ايه بالنمونيا كوكل والمنجيو كوكل والحوارات دي كلها، خاصه للناس اللي عندها الرجيك نتيجه البيتا لاكتام. ويز اكسلنت اكتيفيتي اجنست الانيروبيك ريسبيريشنز، فاكر مين اللي كانت اكتيف اكتر اجنست الايروبيك؟ الامينو جلايكوسايد، برافو عليك، دي بتبقى بكتيريوسايدلز. ناو موست يوز ايز اي دروب فور اوفثالميك، مع كل الاستخدامات الكثيره الرهيبه الفظيعه ديت دلوقتي ما نقدرش نستخدمها غير اكتر حاجه موجوده فيها هي الاي دروب سالمك، وده نتيجه ايه؟ هنعرف نتيجه التوكسيستي العاليه اللي عنده. الميكانيزم اوف اكشنز ات از بكتيريوستاتيك، بكتيريوستاتيك بينيم بكتيريا بيوقف لك البروتين سينثيسيس عن طريق ان هو يجي يمسك في ال 50 اس زي كده في النص، او يجي يقف في النص كده بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وفي الاخر ما يخليش يحصل لك ترانسلوكيشن، يبقى بيمسك في ال 50 اس. طب في اي حته؟ في 23 اس. طب مين زي مين؟ زي الميكولايت، برافو عليك. ات انترفيرنس وذ اكشنز اوف البيبتودايت ترانسفيريز، بيعمل لك انتر اكشنز مع البيبتودايت ترانسفيريز اللي بيعمل لك ينقل لك الحاجات ديت، ويعمل لك بلوك للاتشمنت اوف الامينو امينو اسيد تو نيسنت امينو بيبتايد تشين اون ريبوزوم، يمنع لك ان هو يحصل ترانسلوكيشن، وكمان بيمنع لك التي ار ان اي ان هو يخش بالصلصه سايد في الاي سايد في ال 50 اس ريبوزوم. يلا نشوف مع بعض الميكانيزم اوف اكشن بتاع كلون في الكول. زي ما انت شايف انت عندك ثلاثه الاثنين سب يونت، ده الام ار ان اي هيجي من البايندنج، ده التي ار ان اي ده هيعمل اي سايت، بعد كده يروح للبي سايت ويجي تي ار ان اي تاني، ويروح يمسكوا مع بعض عن طريق الترانس بيبتدي ترانس فريز، يمسكوا مع بعض ويكون لك البيبتايد تشين الطويله اللي عندك ديت بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ويفضل يتنقل وهكذا. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما كلون في الكول يجي؟ انا شايف كده كل ده نورمال. لما يجي كلوف يكون بيحصل لك كده عمليه تصنيع البروتين سينثيسيس، وكمان بالصلاه على سلام ما بيمسك في ال 50 اس. يلا نشوف فيديو كمان اهوت يكون واضح واوضح. انت شايف كده بيمسكوا مع بعض. بص بقى كلوف يكون اول حاجه بعدنا على الاثنين، ما فيش الحركه اللي هما الاثنين دول يمسكوا مع بعض، تمام؟ يبقى زي ما انت شايف كده اهي، بعدها لك تاني الحركه ان هما الاثنين ينطوا مع بعض يمسكوا مع بعض، الكلوف في الكول منع حالك. طيب جميل، ايه بقى الميتابوليزم بتاعي؟ بيحصل له ميتابوليزم ازاي؟ اول حاجه بالصدفه اتفقنا ان الاثنين عنده ار، واتفقنا ان الاول واحد ده بيشيل جروب بالك كبيره على دماغه، وتاني واحد بيشيل جروب على قده، وتالت واحد ده الدلوع الكيوتا اللي بالصدفه بيشيل او اتش جروب اللي عندك. طب الميتابوليزم، احنا كنا واخدين السمستر اللي فات في الدايركت ديزاين الميتابوليزم، انا طبعا عارفه اللي احنا ناسيين اسامينا اصلا، يعني ناسيين حرفيا احنا اكلنا ايه البارح، فبالصدفه هفكركم فيه سريعا. الحاجات اللي تهمنا احنا كنا بنقول عليها ايه؟ جولدن رول، جولدن رول وهكذا، تمام؟ فبصوا سلام، اول حاجه كنا عندنا الجولدن رول كانت بتقول لنا ايه؟ اول ما تلاقي او اتش فانت بتعملها ميتابوليزم. يعني ايه ميتابوليزم؟ يعني بزود البولر بالجروب او البولر اكتيفيتي، او اخليها مور بولر او مور ووتر سوليبل عشان اقدر احصل لها اكسكريشنز في اليورين واقدر اتخلص منها. فانت بصوا سلام عندك او اتش، فانا هزود البولاريتي عن طريق احط عليها جلايكونويك اسيد، فبصوا سلام تديني 3 ميجور 3 او جلايكونويد، وده الميجور باسوي للميتابوليزم، دي اكتر حاجه ماشي. واتفقنا ان الجلايكونيك اسيد ده بالصلصه بيكون موجود في الادلت، على عكس السمول اللي هي العيله الصغنطوطه كان بيكون عندها تقريبا ميكانيزم تاني مش فاكره، اللي هو كان فيه حاجه سلفر سينك يعني حاجه زي كده. المهم يعني بالصلصه اللي هو ده ما يهمنيش دلوقتي، المهم اللي عندك او اتش، فعملت لها جلايكو حطيت عليها جزء شوجر مويتي، ده الميشو. طب انت عندك نايترو، نايترو كنا نعمل لها ريدكشن نحولها لامين، فخليتها مور بولر فيحصل لها اكستراكشنز عادي جدا اكسكريشنز في اليورين. بعد كده عندك بالصلصه الجروب ديت، دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن امايد، فاكر لما كان عندنا بيكون عندنا امايد وعندنا استر والكلام ده، فكنا بنعملها هيدروليسيس بالامايديز، فاكر لما احنا قلنا الامايديز ده بيقول ليس كومون على عكس الاستريز اند سو اون، فده بالصلصال تالت حاجة. بعد كده عندي ممكن تعمل اوكسيديشن دي هالوجينيشن، يبقى انت بالصلصال عندك حاجتين، يا اما تعمل امايديز يا اما الجروب ديت كلها تقوم عاملين لي اوكسيديتيف دي هالوجينيشن. يعني اوكسيديتيف دي هالوجينيشن يعني تعمل لي بالصلصه اكسده وتشيل الهالوجين اللي عندك ده، ده اللي انت عملته اهي، بالصلصه اكسده للجروب ديت خليتها او اتش فايت او اتش وشلت لي الهالوجين اللي عندك، ده الميتابوليزم بتاع الكلورفيليكول. طب ايه بقى سايد افكت؟ رغم ان هو سبحان الله اللي احنا بناخد سبيكترم وقعدنا نقول بالصلصه انا سامع بيستخدم في حاجات كتيره جدا، اتش بايلوري بيستخدم في السي ان اس، بيستخدم في الكتازيا، بيستخدم في حاجات تايفويدز
حاجات كتيره جدا جدا جدا، ولكن هو توكسيك جدا جدا جدا. واكتر مشكله عندي بخاف منها اللي هو البون مارو ديبريشن، بيعمل لك مشكله جدا جدا، بيجيب لك انيميا فظيعه خلاص، ابلاستيك انيميا بالظبط، بتؤدي للوفاه وبتبقى هي ريفرسبل خلاص. بيعمل لك بصاصه، يعمل لك فيتال بلود ديزاستر، يعني بصراحة عبارة عن أبلاستيك أنيميا، يعني أنيميا في الدم فظيعة، بيبوظ لك البول مارو أصلا مسؤول عن تصنيع الدم. فدي حاجة بايولوجيك منطقي جدا ما بحبش أستخدمها، فعشان كده ما بستخدمهاش غير أي دروب، دي أكتر حاجة. وكمان عندك الجراي سيندروم أو الفورم أوف سي إن إس كولابس. يعني ايه الكلام دوت؟ ده وبصراحة لو انت في حالة اللي انت اديته لحد بريماتيور أو نيو بورن انفانت، انفانت يعني طفل صغنطوط خالص لسه مولود او لسه ما نضجش، فده بالصراحه نفسها بيحصل له ان ديفلوبمنت، وكانه بالظبط بيبوظ لك كل حاجه عندك، بيبوظ لك الفانكشن، فبتؤدي لمشاكل وخيمه حرفيا. الاطفال لما تجي لطفل او لسه طفل ما حصلتوش ماتوريشنز ونما وما عندوش مثلا ما عندوش الجلايكونيك اسيدز اللي هو بيعمل لك ميتابوليزم ويحصل لك اكستراكشنز منه ويتخلص منه، فدي مشكله وخيمه جدا جدا جدا. لو شفت حتى شكلهم هتحس كأنهم لونهم مزرق، لونهم رمادي وهكذا، بيكون شكلهم كده، ربنا يعافينا يا رب ويشفي الجميع. وطبعا دي مش احسن حاجة عندي. المهم فما ينفعش خالص خالص اخده in the first two week of life خالص تماما. طيب الانهيبيشن طبعا بيعمل لك هيباتيك ميكسينج ميكسد فانكشنز اوكسيديز، بيبوظ لك الانزيم بتاعتك الموجوده اللي هي سيتوكروم بي 450، كان في برضه حاجه كده برضه قولوا لي تحت في الكومنتس. فطبعا ده بيقلل لك الميتابوليزم بتاعها، فبيزود لك التوكسيسيتي بتاعه الدراج ويزود لك الكونسنتريشن. طب الميكانيزم اوف التوكسيسيتي، احنا خلصنا الميكانيزم بتاعه الايه بالظبط، انا مثلا بتاعه الميتابوليزم، اما دلوقتي الميكانيزم بتاعه التوكسيسيتي ازاي؟ قال لي عن طريق الاوكسيديشن دي هيدروجينيشن. فاكرين دي كنا بنعملها بالظبط لما كنا بنعمل ايه؟ عايزين نعملها ميتابوليزم، اللي هي الحته دي نعملها اوكسيديتيف، دي هالوجينيشن، شلت الهالوجين وعملتها اوكسيديتيف، فكون لك الكلورين فينيكول. المهم في الاخر بصراحه مكون لك الاستراكشر اللي عندك دوت عن طريق الميكروزوميال او الاسايل ميكروزوم بروتين. الاستراكشر ده بقى توكسيك جدا جدا جدا، ويعمل لك الحاجات اللي احنا لسه قايلين عليها فوق. طب ايه اخبار الريزيستنس عندي بالصلاه النبي عليه السلام؟ اول حاجه انت عندك زي ما انت شايف كده، انت عندك 2 او اتش، كربونه واحد وكربونه رقم 3، واتفقنا ال 1 و2 بيبقى ايه ار ار. المهم بيقول لك ان البكتيريا بتطلع لك انزيم تعمل لك اسيتايليشنز، يبقى عندي الاو اتش دي بتعمل لها ايه اسيتايليشنز ترانسفريز، فبيعمل لك ده بالصلاه النبي، يقول لك اسيتايليشن اوف ذا سكندري اند تو ليس then extend to primary group OH and diseases that are inactive. يعني ايه بالصلاة النبي سلام؟ يعني هي بتعمل البكتيريا بتطلع لك acetylations، تعمل لك acetylations acetylations، ركز في acetylations عشان احنا خدنا في الامينو جروب او الامينو جلايكوسيد كنا برضو بنعمل acetylation، ولكن للN الO كنا بنعمل لها phosphorylation and adenylations. اما هنا بالصلاة من الO H بتاعتي في الكلورين فينيكول بعمل لها acetylations عادي جدا. هو بقى بقول لك بيعمل acetylations للكربونة رقم واحد، الO H بتاعتها اكتر من كربونة رقم 2. طب ايه السبب في كده؟ قال لك بالصلاة النبي عليه السلام الacetylations بتاعت الكربونة رقم واحد دي بالصلاة النبي عليه السلام بتبقى عبارة عن سكندري خلاص، على عكس 3 بتبقى برايمري، على عكس 3 بتبقى برايمري. فبيقول لك ان هو بيعمل لك استايليشن للسكندري اكتر من البرايمري كربون خلاص، يبقى بيعمل لك استايليشن للسكندري اكتر من البرايمري، واكيد التيرشري اكتر واكتر بيبقى اسهل عندك. المهم ده بيبقى ريزيستنس، فبيقول لك ده بس طبعا ممكن يعمل لك ريزيستنس البكتيريا زي عن طريق تقلل لك البنتريشن. طب ايه بقى اخبار الستار ستراكشر؟ ايه اخبار بالصلصه الستار ستراكشر بتاعت الكلورين فينيكول؟ قال لك والله انت اول حاجه هنتكلم مثلا عليها الفينول جروب. الفينول جروب ديت اللي عندك، قال لك ده بالصلصه لو انت شلت الفينول جروب وحطيت اي تيو سايكليك مثلا مثلا اي تيو سايكليك ثانيه او الي سايكليك، المهم انها حاجه سايكليك غير الاليفاتيك او غير الاروما سوري غير الاروماتيك، غير الاروماتيك او البنزين رينج، لازم تبقى بنزين رينج، هتديك ان اكتف كومباوند، هتديك ان اكتف كومباوند، ودي مهمه جدا 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 خلاص. يبقى ده بس تديك مركب ان اكتف. طب ان النيترو ايزين ديريفاتيف has activity but less than a كلهم في الكول، يعني بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام قال لك والله الاروماتيك رينج ديت لو انت استبدلتها باي جروب تانية هتديك ان اكتف كومباوند، طب لو انت استبدلتها بجروب ديت اللي هي عباره عن نيترو ولكن انت عندك سلفر جروب، سلفر جروب موجود عندك وهي بنتوز شوجر او بنتوز سوري بنتوز رينج بنتا خلاص بنتو بنتا رينج 5، فده بالصلصة بتبقى اكتيفيتي ولكن مش زيها، يبقى انت عندك اكسبشن. البنزايل جروب اللي موجوده عندك في الكولين فينيكول لو استبدلتها هتديك جروب ان اكتف، طب لو انا استبدلتها بالسلفر جروب افتكر كده البنسلين بيكون فيه سلفر جروب
عادة، ولكن بالصدفة بيكون عادي اكتف وهكذا. فانت نفس الفكرة بالظبط، لو انت استبدلتها بسلف جروب هتبقى اكتف، ولكن مش زي كروب في كل هتبقى اقل ايه اكتيفيتي. طب ايه اخبار النيترو جروب بالصراحه نفسها؟ قال لك النيترو جروب if it replaced by strong electron withdrawing، لو حطيت الكترون withdrawing اقوى واقوى هتديك more active compound. طب ليه؟ عشان بالصراحه انت بتسحب فبتخليك more ايه active، تمام؟ يبقى انت الكترون withdrawing بتزود لك الاكتيفيتي. زي مثلا الاستايل جروب زي السيتو فينيكول، لو انا حطيت الاستايل جروب فبنسميه المركب ساعتها سيتو فينيكول، بدل ما هو اسمه كلورو فينيكول هنسميه سيتو فينيكول عشان انا حطيت ايه اسيتايل جروب. طب لو ميثايل هنسميه سايامين سايما سايم، كانك صايم بالظبط في فينيكول. طب لو انت بقى عملت لها بليسمنت بجروب تانية مثلا، دي خلي بالك ميثايل سالفون وايت، خلاص ميثايل عشان كده قلنا صايا، تمام. لو انت بقى حطيت سيانو جروب او سي او اللي هي قنوح اللي هو امايد جروب او الهالوجين او اي حاجه من الحاجات دي هتديك ان اكتف كومباوند. يبقى انت بس ده اللي مسموح لك تبدلهم بيهم. طب بدلت بحاجه كده هتديك ان اكتف. طب الاروماتيك لو انت بس بدلتها باي حاجه هتديك ان اكتف، ما عدا مين؟ ما عدا الحته بتاعت اللي هي النيترو سايونايل جروب. طيب لو بالصوره مثلا لو انت نايت وديت حطيتها مثلا في ميتا او اوسو، طبعا هتقلل لك الاكتيفيتي، لازم تبقى في البارا بوزيشن. قال لك بالصوره التو كايرال سنتر اللي هي واحد واتنين لازم تبقى ار، لازم ولابد، لازم ولابد. لو هي مش ار يبقى بالصوره مثلا مش هتديك اي اكتيفيتي. طب بيقول لك الاماين بروبيونول سايد تشين از ذا موست سبيسيفيك بارت. يعني ايه الكلام دوت بالصوره؟ انا يا سلام بيقول لك اللي هي الجروب ديت ده بتبقى اكتر جروب سبيسيفيك عندي. عندك برايمري وسكندري او اتش، زي ما انت شايف كده بس اسم البرايمري او اتش والسكندري او اتش جروب دوت بتبقى اسينشال جدا 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 للاكتيفيتي. يبقى انت لازم يكون عندك سكندري او اتش وبرايمري او اتش وعندك السايد تشين، دي بالصفه مهمه جدا 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 عندي. طيب والمهمه جدا للاكتيفيتي. طب بيقول لك الاكسيديشن، لو انت عملت اكسده للاو اتش الاولانيه اللي هنا دي بالصفه ما حولت لها الكيتون، اكيد الاكتيفيتي بتاعتك هتتشال خالص، ما يكونش هيكون مركب عندك ان اكتيف. لو عملت بيسايد سبستيتيوشنز في كربون رقم 2 هنا خاصة عند ال N، طبعا الاكتيفيتي بتاعتك هتختلف، هتشيل خالص، هيبقى المركب ان اكتف، تمام. طب لو انت بس عملت ريبليسمنت للجروب دي كلها اكيد طبعا باي مثلا ايه مركب تاني، يبقى بس المركب هيبقى ايه زي ما انت شايف كده. لو انا ريبليست الجروب دي كلها كان بريبليست باي ايه مثلا عملتها، لو انا عايز اغيرها مثلا غيرتها بمين؟ بالازود، بالازود اسيتا 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 مايت اسيتا امايدو، تمام. اللي هي عباره عن ان اتش سي او، يبقى بالصلصه عندي ايه سي او ضفت سي سي اتش 2 سي اي، حطيت هنا ان ان ان، حطيت ان 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 يعني شلت الكلور وحطيت ان 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 زي الازيده في نيكول والبروم اسيتامايز. الجروب اللي عندك ديت هتديك بروديوس اكتيف كومباوند، هتديك ساعتها اكتيف كومباوند. يبقى الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها ريبليسمنت هي الحته بالايه بالجروبس اللي عندك ديت. ده الشكل بتاع المركبات اللي عندك، ده بالصوص بتديك اكتيف كومباوند. يعني المهم اللي انت عندك في الاخر ايه، هنا عندك هالوجينز وهنا بالصوص عندك ان، فما فيش مشكله هتبقى اكتيف كومباوند. ده السار برودكت وده مهم جدا جدا عندي تحفظه زي اسمك بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام. طب ايه اخبار البرود راج بالنسبه للكلورين فوليكول؟ قال لك بالصوص في كربون رقم 3 اللي هي اللي عندك ديت هحط عليها جروب كبيره كده فتخليك برود راج. يعني ايه برود راج؟ يعني تخليه ممتد المفعول اكستند، خلاص. طيب زي مثلا البالميتات او ممكن احط الهيمي ساكسينيت، احط ده او ده. طب ليه؟ عشان اخليه مثلا اخليه انسوليبل، دي جروب اصلا بالصوص بخبي الاو اتش فبخليه استر واخليه مور هيدروفوبيك فبالصوص بيخليه انسوليبل موتشر. طب وده بعمله ليه بالصوت؟ انا سامع عشان اعمل اوفر كام للبيتر تيست اللي عندي، الطعم المر اللي موجود عندي في المركب فانا مش عايزاه. وطبعا ده بتبقى حلوه جدا جدا للبيتراتريك اللي هي الاطفال الصغيره، وممكن استخدمه كاورال سسبنشن لو انا احط البالميتيت. يبقى علامه البالميتيت لما نحطه عشان اخبي الطعم الوحش وبالصوت اخبيه واستخدمه للاطفال. طب الهيمي ساكسينيت، قال لك الهيمي ساكسينيت ده حطيت جروب، ولكن هي بتبقى ووتر سوليبل ديريفاتيف نتيجه انت عندك اصلا كربوكسيليك جروب محطوطه هنا، ممكن استخدمها اي في، ما بتستخدمش اي ام عشان هي ووتر سوليبل، لان بيحصل لها هيدروليسيس بطيء جدا جدا في الماسلز، لان هي اصلا عباره عن استر. الاستر ده بيبقى عباره عن بروت ورك بيخش جوه جسمك، يحصل له هيدروليسيس بالانزيم الموجوده جوه جسمك، بيحصل له يحصل لك يطلع لك الاكتيف فورم في النهايه، تمام. طب بعد كده بالصوره نسب الاستابيليتي، هو ده بيبقى فيري ستيبل جدا 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 في السوليد فورم. السوليوشن بيبقى لابايل، بيحصل له هيدروليسيس طبعا وبيبوظ طبعا، واللايت انديوس رياكشن اند سو اون، تعتمد على البي اتش واللايت، كل الحاجات دي بتحصل عندك اجنس الايه الاستابيليتي، تمام. ان بيبقى اصلا توكسيك وهكذا. الاسيد كاتاليست هيدروليسيس هو عباره عن استر عامه،
او عامه يعني بيصل. المهم بيقول لك دلوقتي انت عندك كمان امايد جروب، فممكن يحصل لها اسيد هيدروسيس تكسرها لك وتديك ايه بقى بالظبط؟ تمام، قال لك الاسيد هيكسر على طول، يعني هيكسر لك من هنا كده وهيديك الاسيد وهيديك الامن، يعني هيديك الجزء البيز والجزء الايه ال اللهم صل على سامي، الجزء الامين واسفل والجزء الايه الاسيد او الكربوكسيليك. طب الالكالين هيدروليسيز؟ لا، هيعمل لك هيدروليسيز للالفا كربونايل جروب، يعني هيشيل لك واحده بس من الكربونايل الالفا بوزيشنز اللي هي اللي هنا ديت، هيشيلها لك الاثنين خلاص، بقى شكله هو هو وحاطط لك او اتش مكانها. يبقى انت عندك الالكالين بيبقى عندك او اتش، فانت هتضيف مكانها 2 او اتش، هتشيل السي ال 2 ديت وتحط مكانها او اتش. الاسيد ده بيبقى قوي قوي فكسر كده على طول، خلاص كسر كده على طول زي ما انت عندك كده. طيب بعد كده بالصلصه عندي الستيريو سيلكتيف سينثيسيس اوف الكلورين فوليكول، ازاي بتصنعوا الكلورين فوليكول؟ وانا مش احنا اتفقنا الكلورين فوليكول ده هو اصلا كان اصله ناتشورال برودكت حلو، ولكن انا مصنعاه لان هو اقل اكسبنسيف عليا وتكلفته اقل عليا. طب انا عايزه بقى اصنعه، فلازم يبقى ستيريو كيمستري. طب ستيريو سيلكتيف ازاي؟ قال لي ببساطه انا سامع عن طريق المركب دوت. طب ازاي انا اصلا يعني ايه كلمه ستيريو سيلكتيف؟ يعني انا عايز الكربون رقم واحد والكربون رقم اتنين تبقى الاتنين يبقى ار ار، لازم ولابد الاتنين يبقى ار ار. فانا دي بقى هعملها ازاي؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. فانت عندك اهو، ده اول حاجه هتجيب البار نايت وبنزل دهايت، دي اول حاجه عندك، مش دي كده جروب كان من ضمن الستار بتاعتك؟ ايوه. بعد كده بس الفورمال دهايد دي هتفعلها مع داي فينويل ميثايلاماين بالشكل دوت في ايه شيفت رياكشنز. شيفت رياكشنز اللي هي عباره عن الدهايد او كيتون مع امينو جروب هتديك البنزايل، او هتديك الشيفت ايه بيز اللي هي البنزيلدين امين ايه ديرفتيف، ده الشكل بتاعها. بعد كده هتجيب لها الايجنت الكبير دوت اللي هو عباره عن اس فابول فابول بي فينوكسي، ثلاثة فينوكسي، هيديك في الاخر الستيريو كيمستري الاثنين يطلعوا لك 2 ار زي ما انت شايف كده. المركب ده الريجن ده هو اللي مسؤول عن الستيريو سيلكتيف او كيمستري سيلكتيف. بقى هتحط الداي كلورو اسيتامايد عشان تحط لي سبستيتيوشن اللي هنا، تعمل لي ريدكشن بي نبويه اللي احنا فاكرينه ان ان اي بي اتش 4، هيعمل لك ريدكشن للجروب اللي عندك دي كلها وتحولها لك للاو اتش. يبقى السنسز الثاني بالراحه، اهم حاجه تعرفها الريجنت دوت السيكونس بتاعتها مهمه، وتعرف ازاي بيحصل الحاجات. اول حاجه عندك بالصلصه يعني بتجيب الجزء دوت اللي هو عباره عن بارانايت وبنزال دهايد، هتفعله مع داي فينايل، عندك اتنين فينايل ميثايل امين، ده شيفت رياكشنز هيدفع لك يديك الايه البنزليدين امين ديريفاتيف. بعد كده هتقوم جاي عم فعله مع الايثايل داي اسيتون اسيتات داي اسيتات في وجود الاس اس فابول فابول بي 3 هيدرو اكسي 3 وحدات، هديك المركب بالصلصه المسؤول عن الستيريو كيميستري. بعد كده كمل باقي التفاعل اللي عندك عادي كده. احنا اللهم لك الحمد خلصنا كلورين فوليكول، نخش على الريفا الريفا مايسنس. الريفا مايسنس ده برضو عباره عن نون بيتا لاكتام، ده بالصلصه هي عباره عن ايه، بيجي لك برضو من ستريبتومايسنس ولكن ايه ميدريتران، ده بيبقى ناتشورال. بيكون عندك كذا شكل منه او اس او بي او اس ومش عارف ايه وكده. ده بيبقى سيمي سينثيتك، سيمي سينثيتك مصنع، جاي من مين؟ جاي من ريفامبيسين، ريفامبيسين او الريفامبيتين. يبقى ده سيمي سينثيتك جاي من الاثنين دول، يبقى دول الناتشورال برودكت. اما الريفامايسنز ده بالصلصه بيبقى سيمي سينثيتك، طبعا بيختلف من الناتشورال. سوري صلى على النبي ثانيه واحده واحده. الريفام مايسنز اسمه مايسنز وفي واي، يبقى جاي من ستريبتومايسنز زي ما احنا عارفين. تمام، يبقى ده كده الناتشورال برودكت بتاعي، ده كده الناتشورال برودكت بتاعي. اما الاثنين دول، دول كده الاثنين دول السيمي سينثيتك بتوعي، دول السيمي سينثيتك اللي هنصنعهم وهنعرف الفرق ما بينهم. بيقول لك هنا الفرق ما بينهم وما بين الناتشورال اللي هم عندهم اديشن ان سبستيتيوشن، يعني حطيت ان سبستيتيوشن زياده اللي هي عباره عن بيبري البيبري ازاينايل امينو ميثايل ليدين سايد تشين ات بوزيشن رقم 3، يبقى عملت سبستيتيوشن عندك في النفسالين. يعني ايه الكلام دوت؟ كل مركب ده الشكل بتاعهم، ما تتخضش. اهم حاجه عندي السايد تشين ديت، ايه هو اللي عندي بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام؟ عملت ايه؟ ده الريفامبيسين وده الريفامبنتين، يبقى عندك الريفا سوري ده الريفامبين الريفامبين وده الريفامبتين. هنعرف الفرق بينهم دلوقتي، بس ركز على السايد تشين اللي هنا. الفرق بين ده وده الميثايل الجروب اللي انا ضفته هنا، الرينج اللي انا ضفته هنا بس زي ما انت شايف كده بالصلصه، ده الفرق ما بين ده ما بين الريفامبين والريفامبتين. افتكر كده دي كبيره، يبقى انا حاطه ايه رينج زياده في الاخر في الديل.
طب اليوزرز عامه بيستخدموا ايه؟ كلنا عارفين ان هي بتستخدم اكتر حاجه من اللي التي بي، والمهم يعني اللي هم بيبقى عندهم ادفانتج بيستخدموا اورال، بيبقى اكتف اجينست الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، بيكون عندهم كلينيكال اكتر حاجه عند التي بي. والريفامبتين بيبقى ايه؟ بيستخدم توايس ويكلي، والريفامبين بيستخدم ديلي. طبعا يبقى الريفامبتين احسن لان بتستخدمه مرتين اسبوعيا، اما بالصيصان ده محتاجه استخدمه كل يوم كل يوم كل يوم. طب الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل ازاي؟ قال لك ده بالصيصان بيبوظ لك الدي ان اي بوليماريز، الار ان اي بوليماريز، يعني بيستخدم بيبوظ لك ليه علاقه بالدي ان انهبيشن الدي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليماريز. الار ان اي بوليماريز ده اللي بيكون لك ايه؟ بيكون لك الام ار ان اي دي ان اي. طب لو انا بوظت تصنيع الام ار ان اي من الاساس، يبقى انا بوظت تصنيع الايه؟ البروتين، وبوظت الايه؟ الخليه اللي عندي. يبقى ده بالصلصة بيمسك في البيتا سب يونتس اوف الانزيم، ويعمل لك انهبيشن لتصنيع الار ان اي من البدايه اصلا، من البدايه ايه اصلا. يبقى زي ما انت شايف كده، ده الار ان اي سينثيز انهبيتور، بينهبيشن الايه؟ سينثيز بتاعه الار ان اي. كنا مجمعينها ازاي؟ ار ار يبقى ار ار ان اي، كان بيعمل لك ريد في اليورين، كنا واخدينها في المايكرو بايولوجي. يبقى ده بالصلصة بيبوظ لك تصنيع الام ار ان اي من الدي ان اي. طيب ازاي بقى بيعمل لك بايندينج تو الدي دي ار بي؟ ايه دي دي ار اي بي؟ ده بس عباره عن دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليماريز. ازاي بقى بيمسك فيهم؟ اول حاجه انت هتلاقي عندك هنا او اتش في بوزيشن رقم 23، فدي بتمسك فيه هيدروجين بوند. وعندك بصراحه سلام دي اللي هي الايه؟ التشين الكبيره ديت، الرينج الكبيره اللي من بره دي او اتش الخارجيه تمسك بهيدروجين بوند. طب وعندك او اتش كمان بصراحه، خلي بالك الاو اتش دي والاو اتش دي، يعني اللي عندك الاو اتشات بتاعت الرينج الخارجيه اهو، انا عاملها لك بلون مختلف كده بصراحه، مثلا زي اللون الاخضر اللي هو عامله ده بتمسك فيه او اتش، وهنا او اتش بتمسك بهيدروجين بوند. وعندك بقى بصراحه الاو اتش اللي جوه دول بتاعت النفسالين، ما دي نفسالين رينج، خلاص بتعمل لك كليشنز مع الصوديوم، يبقى سوري بيعمل لك كليشن مع الايه؟ مع الزنك اللي موجود عندي في الانزيم، يعني ده كده زنك ايه؟ انزيم انزيماتيك زنك انزيماتيك انزيم. يبقى ده يعني الانزيم بتاعك بيكون جواه ايه؟ زنك. فبالصوره نفسها الاو اتش اللي عندك اللي جوه بتاعت النفسالين دي بتعمل لك زنك ايه؟ كليشنز. وبعد كده الجزء بتاع النفسالين دوت بيعمل لك هيدروفوبيك انتر اكشن. يبقى ثلاث حاجات، 2 او اتش و2 نفسالين، الاثنين رينج البنزين ديت. البنزين ده بيعمل لك ايه؟ هيدروفوبيك وسهل. طب الاو اتش بتاعتها ذات نفسها تعمل لك كليشنز مع الزنك، والاو اتش الخارجيه بتاعت السايد شين الخارجيه تعمل لك بالصلاه والسلام مع هيدروجين بوند اللي عندك. طب دي كده ده ايه؟ ريفامبين، برافو عليك، عشان ما عندوش الايه؟ بتاع اللي بيكحد فيها في الاخر ديت اللي هي رينج اللي في الاخر. طب ايه اخبار الصور عندك؟ يلا نشوف مع بعض الفيديو ازاي يوضح لك الميكانيزم قبل ما نخش على الصور بتاعت الريفامبسين، ازاي بيوضح لك الميكانيزم بتاع الاكشن بتاعتها. الصلاة على النبي عليه الصلاة. اهو زي ما انت شايف كده، انت جايب لها كمان لك كأنها ديمينشنز، ده عبارة عن ايه؟ دي ان ايه بيحصل له يتفكك الاول عشان اخد منه النسخة بتاعت الام ار ان ايه، والشريط الاخضر ده هو الام ار ان ايه، كوناه عادي جدا الحمد لله. بعد كده بصوا ايه اللي هيحصل عندك لو انا جيت خبيت الانزيم دوت اللي بيعمل لك كده، شايف؟ هيقوم جاي مانع لك الام ار ان اي ان هو يتكون من الدي ان اي، هو ده اللي بيحصل بالظبط. ايه بقى السر بتاعت الريفامبتين؟ قال لي والله اول حاجه عندي الفري او اتش دي لازم تبقى اسينشال اسينشال اسينشال، ولو عملت لها اسيتايليشنز هتبقى ان اكتف، فدي لازم عندي اول حاجه. تاني حاجه عندي بالصوت سامي الريدكشن بتاعت الدبل بوند، لو انا دلوقتي عندي الدبل بوند هنا دي مهمه جدا. طب لو عملت لها ريدكشن في البوزيشن دول، لو عملت لها ريدكشن هتبقى ان اكتف. طب احنا الاو اتش دي قلنا بتعمل ايه؟ بتعمل هيدروجين بوند مع مين؟ مع الانزيم اللي هو دي بي ار اي دي بي ار بي، تمام؟ طيب دي دي اسفة دي دي، المهم يعني بالصلاة والسلام الجروب ديت مهمة جدا جدا جدا. الهيدروليسيس بقى بتاعها، خلاص لو انت عملت لها هيدروليسيس هتديك اكتف ميتابوليزم، لان دي عبارة عن استر، واحنا عارفين الميتابوليزم اللي ممكن من لها بقدرة وكذا، فلو عملت لها هيدروليسيس هتديك اكتف ميتابوليزم. طب الاوبننج، لو انا بقى فتحت الاوبن دي هي رينج كلها مقفولة كده، كلها على بعضها، اهي مقفولة 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 كلها على بعضها والنفسالين وهكذا، فبالصلاة لو انت فتحتها يبقى دي هتديك ان اكتف. فلازم تركز في اربع حاجات، اول حاجه الاو اتشات اللي عندك دي لازم تبقى فري، لو انت خليتها مش فري عشان احنا عرفنا ان هي بتعمل لك الهيدروجين هنا دي بتعمل لك كليشنز مع الزنك، والهيدروجين دول بيعملوا لك بالصلاه والسلام هيدروجين بوند، وبالصلاه والسلام دبل بوند دول مهمين جدا. وعندك اللي هنا دي لو عملت لها هيدروس دي الحاجه الوحيده ممكن تديك اكتف فور، وان لو دي عملت لها رينج فتحتها تديك ان اكتف فور. بعد كده عندي الريفا بيوتين، الريفا بيوتين دوت عباره عن اسبايرو اميدازو بايرينيدين،
المهم اللي هو ده عباره عن ديريفاتيف، احنا هناخد ايه؟ ريفابيوتين، ديريفاتيف من ريفامبسين، ريفامبين بي، ريفامبين ايه بي، ده بيستخدم في علاج التي بي، ولكن الريفامبين از مور وايدلي يوزد بيكوز ات از لو كوست، بنستخدم ده اكتر عشان هو بيبقى ايه لو كوست اكتر اقل من الريفامبيوتين. بعد كده بيقول لك بيستخدم في الميوكوباكتيريوم افيوم كومبلكس اللي هي الماك في علاج الايه الايدز. الفرق بينهم ايه؟ الفرق اللي اتفقنا خلاص التشارجين اللي عندي ده الفرق بس. هنا بالصلصه زي ما انت شايف كده بيكون 2 نيتروجين كده زي ما انت شايف كده، كانك بالظبط بتجرجر شنطه، يعني دي ايد وده الشنطه بتاعتها بالعجل اهي، يعني شنطه بعجل كده بتاعت السفر بتجرجرها دي. ده هنا لا بالصلصه كانك عامل ايه دي المروحه، عارفين مثلا فيلم حريه البحر بتاعت البحر ديت اهي، كان ده الديل بتاعها بتاع السمكه اهي، فده بيستخدم الديل ايه بتاعها، فده بيبقى اغلى من عندك. تمام. بعد كده عندي الليكوزامايد، الليكوزامايد ده عندنا بيستخدم عباره عن تالت انتيبيوتيك عندي في المحاضره بتاعت النهارده، ده بيبقى عباره عن بكتيريستاتيك. طب ده بيعمل لك ايه؟ فاكر لما احنا كنا بنعمل كده سي 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 سيل خلاص، فكان ده بيوقف لك بالخمسين ايه، بيمسك في الخمسين اس فبيبوظ لك تصنيع السنسيسز زي كلورفينيكول برضو، ولكن هو بيمسك في الخمسين اس عن طريق 30 ار ايه 30 اس اللي عندك خلاص، في الخمسين اي ريبوسوم سب يونت قريبه من الماكرو لايتس زي الماكرو لايتس كده، عامل لك برضو عشان كده بيكون في كروس ريزيستنس زي ما احنا قلناها في الماكرو لايتس، وبتفرج على الماكرو لايتس عشان تقدر تفهم يعني تعمل كونكشن بين الاثنين. هي كان بيحصل كروس ريزيستنس، يعني لو بكتيريا بتقاوم ماكرو لايتس هتقاوم لك الليكوزاماين بسبب ايه؟ بسبب ان هما اصلا اوريدي بيمسكوا نفس السايت، يعني لو بكتيريا عملت لك ميوتيشنز او عملت لك ريزيستنس عن طريق انها عملت لك مثلا ميثايليشنز ل23 اس عن طريق مثلا انها بتعمل لك ريزيستنس للماكولايت اوريدي كمان هتقاوم اللينكوزامايد، ودي طبعا حاجه مش كويسه اهو. بقول لك بس عن طريق الميثايليشنز، يبقى لذلك او لو هي العكس صحيح، لو هي بتقاوم اللينكوزامايد يبقى كده هتقاوم لك الماكولايز، عشان الاثنين بيمسكوا اوريدي في نفس البوزيشن. السبيكترم هي بتبقى السبيكترم بتاعتها حلوه، برود سبيكترم اجنست جرام بوزيتيف نيجاتيف اند انيروبيك ايه بكتيريا، زي ما انت شايف هي كده اهو. لو احنا عملنا زوم اهي بالسلطه نفسها ده الاستراكشر بتاعي بيجي يمسك كده في النصف من عليك الترانسلوكيشنز عن طريق 50 اس في خاصه في ال 23. طيب اللينكوزاماين ده بيبقى اهم حاجه عندي في الاستراكشر بتاعه ايه؟ اول حاجه بالصلصه هو بيبقى 7 اور، لازم يبقى اور، لازم في كربون رقم 7 لازم يبقى اور، الستيريوكيمستري بتاعتها لازم تبقى اور، ده لو هو لينكوزاماين لازم تبقى من اهل الكيمياء، ولازم تبقى هيدروكسيل، يبقى لازم تبقى هيدروكسيل ولازم تبقى اور. اما الكليندامايسين ده بالصلصه لازم تبقى اس، لازم تبقى اس ولازم تبقى كلور. افتكر كده الكلور لو احنا عملناها الاثنين اهي سي وسي هتديك اس، طب اللينكوزاماين لا دي هتديك ايه؟ اور، لازم تبقى اور. تمام. يبقى ده بالصلصه عندك ايه او اتش، يبقى هنا عندك اهي او كان عندها او، يبقى ده لينكوزها ايه ماين. طب انا بحول لينكوزا ماين ازاي للكليندامايسين؟ عن طريق لما احط الكربون تترا كلورايد في وجود الريجنت دوت، كل اللي عملته شلت الاو اتش وحطيت الكلورايد بس، ده الفرق بينهم. طب اصلا الاستراكشر بتاعه عامل ازاي؟ ابو زي ما انت شايف كده شوجر بالصلاه والسلام، عندك هنا او اتش دي مهمه جدا، ده لينكوزا ماين شوجر خلاص، ده شوجر اللي عندك، وعندك هنا سبستيتيوشن اللي عندك ده مهم، والجروب اللي موجوده دي. يبقى لينكوزا ماين ده ايزوليتد فروم برضه مين ستريبتومايسيز لينكونيزيز، ده بيبقى مور هيدروفوبيك، هنا ده بالصلاه انهي المور هيدروفوبيك؟ اكيد دوت الكليندامايسيز، يبقى اكيد مور بايو افيلابيلتي زي لينكوزا ماين، يبقى افتر اورال ادمنستريشن. طب ليه ده مور هيدروفوبيك او لايبوفيليك؟ سوري لايبوفيليك، علشان انت عندك هنا او اتش دي بتبقى. تمام. يبقى احنا عندنا الاو اتش ديت عشان كده بالصلصام تبقى مور هيدروفيليك، فلذلك لما اكون مور هيدروفيليك يبقى اكيد ليس ابزوربد، اما ده مور لايبوفيليك فهيكون مور ايه ابزوربد. البرودراك بقى بتاع كليندامايسينز بنحط عند كربونه او اتش 2، او اتش 2 اللي هي عندي بالصلصه انا سام هنا ديت خلاص دي كليندامايسينز، بقوم حاطه بقى ايه بالميتيت عشان ايه اخبي التست طعمه وحش. طب والفوسفيت ليه؟ علشان اخليها مور ووتر سوليبل فاقدر اخدها اي في. تمام زي ما احنا عارفين. طيب بعد كده عندي الايبوكساماينسين، الايبوكساماينسينز ده بالصلصه بحط جروب كده ايه كبيره عندي في رينج فيوز درينج، بحطها هنا بلقي كبير رينج اللي عندك، يبقى ايبوكساماينسينز ده شبه بالظبط اللينكوزامايد عادي جدا، بيبقى مور بوتنت زان الكليندامايسينز، بيبقى برود سبيكتروم، حطيت الجروب الايه البلقي عامله ازاي؟ كانها بالظبط سمكه مليانه معوجه، يعني الديل بتاعها ايه معوج. طيب
ديت بتبقى اوفر كام بكتيريا ريزيستنس، عشان اكون اوفر كام البكتيريا ريزيستنس بتاعت الار ان اي ميثيليشن، عشان يعني اتغلب على الريزيستنس بتاعت البكتيريا. بعد كده اخر انتيبيوتيك عندي اللي هو الفيوساتيك اسيد في النون بيتا لاكتام، ده بيبقى ترو انتيبيوتيك جاي من فانجس، اللي هو عباره عن في ايه ده كلنا عارفين الفيوساتيك اسيد اللي هو جاي من الفوسيدين اللي بنصنع، اللي بتطلع لك كريم الفوسيدين والفيسيكوت والحوارات دي كلها. المهم السبيكترم بتاعته بيبقى از اونلي اكتيف اجينست الجرام بوزيتيف، بيبقى اجينست الجرام بوزيتيف، وده الاستراكشر بتاعه. لو بصيت الاستراكشر بتاعه هيكون شبه الدوده كده، دي كانها الانتلا بتاعتها، وده بصص البق بتاعها من هنا وده جسمها. طيب وايه كمان، هي تبع شبه لو انتوا خدتوا الاسترويدلز او الهرمون هتلاقي عندها استرويدال نيوكلس. استرويدال نيوكلس ده شكل الاسترويدال نيوكلس، وشكل مميز جدا جدا، وده تقريبا الشكل الوحيد اللي عندك في المنهج اللي هي عباره عن استرويدلز تبع الفيوساتيك اسيدز. افتكر كده ان الفيوسيدين لما تيجي تمسكه ده كريم مزلق كده تخين شويه او كده، فافتكر انه زي استرويدل. الميكانيزم اوف اكشن قال لك والله ده بالظبط بتوظف لك الالونجيشن فاكتورز عن طريق الالونجيشن فاكتور جي، توقف لك الترانسلوكيشنز ان هي بتنقل من حته لحته، خلاص بتاعت الترانسليشنز مع البيبتوتايد تي ار ان اي فروم سايت اي تو سايت بي الموفمنت يعني. وات ذا اند برضه في الاخر بيوقف لك الستوب كودونز، خلاص بيعمل لك ديسوسيشنز، هو برضه بيعمل لك ديسوسيشن، يعني خليهم الاثنين يحصلوا ديسوسييت مع بعض، وفي نفس الوقت يوقف لك الترانسلوكيشنز او الالونجيشنز. لذلك الفوسيتيك اسيد انهيبيشنز الاي اف جي اللي هي بتسمى عباره عن الالونجيشن فاكتور جي، اتس ويل بي انترفيرنس سوري ويز الترانسلوكيتد اوف الاي بيبتوتايد تي تي ار ان اي. البيبتيدايل تي ار ان اي ده اللي بيجي يعمل لك البيبتايد بوند في النص، فده بالصلاه والسلام بيمنحه لك فيعمل لك ديسوسيشنز للاي دي بالصلاه والسلام الار ان اي او كل الميكيول اللي عندك ده. طب بتستخدمه ازاي؟ قال لك بالصلاه والسلام اليوزنج بتاع السيستماتيك بتاع الفيوساتيك اسيد، ما عمرنا ما سمعناه ان احنا ممكن ناخده اورال نتيجه الليفر توكسيستي، بيبقى طبعا ليفر توكسيك وحشه جدا، يعمل لك جوانديس اللي هي عباره عن الصفراء. اكتر حاجه بستخدمها في الاوينتمنت والاي دروب. الريزيستنس بتاعتي قال لك ذا موست امبورتنت ميكانيزم اوف الريزيستنس، ده بيبقى ريزيستد قوي جدا جدا جدا، لذلك لازم استخدمه كومبايند مع انتيبيوتيك تاني، ما ينفعش اخده لوحده، مستحيل اخده الون مع السيستماتيك. لو انا خدته سيستماتيك اهوت از ديفولفد وين فوسيتيك اسيد از اي الون مونو ثيرابي فور سيستماتيك انفكشن، لو اضطرينا لا قدر الله ناخده سيستماتيك فبالصلاه والسلام بيحصل له ريزيستنس طبيعيه فظيعه، فلازم اعمل له كومبينيشن مع مثلا بنسلين اي حاجه تانية. موست امبورتنت ميكانيزم اوف ريزيستنس ده عن طريق ان انا اعمل ميوتيشن الفيوساتيك اسيد عن طريق الكروموسومز اللي عندك، كروموسوم جينز دوت اللي هو عباره عن هو بيتارجت الالونجيشن فاكتور جي. طبعا لو غيرت في الشكل بتاعه عملت الترنيشن فيه، فساعتها الفيوساتيك اسيد مش هيتعرف عليه، فكاني بالظبط كاني غيرت اللبس بتاعي اتنكرت بحاجه، فبالظبط مش هيعرف يمسك فيه، فساعتها هيكون عندي المركب بتاعي مور ريزيستنس. يلا نشوف الفيديو من ده مع بعض، هيلم شويه معانا الموضوع وباذن الله يبقى سهل. بس صلى انا بقى لعبت دراسات اصلا بيقول لك بقى التاريخ بتاعه استخدمت اكتشفت امتى انسون عنده استرويدل، تمام شايف كده الاستراكشر بتاعه شبه الاسترويدل جدا. Hence, fusidic acid is not a cephalosporin. Fusidic acid inhibits protein synthesis by targeting elongation factor G. Due to its binding to the EFG, it prevents the translocation of tRNA carrying the amino acid on the ribosomal mRNA complex. Hence, amino acid fails to be incorporated. هيبدأ دلوقتي يوريك ازاي بيحصل لك inhibitions او الميكانيزم of action. Calls tRNA carry amino acids to this complex. Amino acids are combined to form protein or peptides. There are three sites in this mRNA ribosomal complex connecting to the tRNA. دي العملية العادية normal. P and E sites. The tRNA carrying an amino acid attaches to the A site. In our slide, this one is with a green dot. The P site at this time hosts the tRNA, which is attached just before the green tRNA. This tRNA, marked by the orange dot in this slide, also carries the peptide or protein chain which already started forming. The amino acid on the green tRNA should form a bond with the peptide chain on the orange tRNA, so the peptide chain can get longer to carry on protein synthesis. Elongation factor G or EFG is essential for protein synthesis once the bond has been formed. خليها تكبر وهكذا نعمل الى ميلك البيبتايد بوند او البيبتايد تشين. In this case, the one with the yellow dot can occupy the A site to provide the next amino acid to the peptide chain. دي العمليه النورمال يعني. لو عندي بقى فيوساتيك اسيد شايف هنا الحته دي من الناحيه، تمام. ده بيقول لك الميكانيزم في الريزيستنس اللي احنا ايه قلناها اوريدي، دي برضه البروسيس بتاعتي اللي هو ما بنستخدموش اوغل اكتر حاجه، باكتر حاجه بنستخدمها على الاوينتمنت وهكذا كده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لازم ابعد ابدا. خلاص البارت الثاني حقيقة مش قادرة أخش في البنسلين، فخليه في جزء لوحده بإذن الرحمن بتاع الكلاسيفيكيشن بتاعت البنسلين. دعواتكم لينا بتيسير الحال وربنا معانا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله أكون في التقلة بجزء بسيط.